بغيت نقول لكم واحد الكلمه بعدا. اول حاجه بعدا بغيت نقول لكم واش اللسان ديالي زعما غادي يقدر يهضر قدام الاحباب وهاد الاصدقاء والرؤساء ديالي وما كيتواجدوا معنا هنا اليوم الا هادشي علاش كيدل الا على نجاح هاد التظاهره هادي وهاد التظاهر اللي الحمد لله ماشي بالشهاده ديالنا حنا كان الشهاده ديال العلامه وديال الناس اللي شرفوا الناس اللي جاوا من كل الاقاليم ديال الجهه هما اللي شكروا هما اللي قالوا كيفاش التنظيم وهذا شرف كبير لنا واليوم اللي كيف تسنطروا الرؤساء ديالنا بانهم قالوا كيختاروا جماعه واحد سيدي ابراهيم باش يتنظم فيها ان شاء الله اكبر مهرجان وكنقول لهم الا حنا رهنا الاشاره ديالهم باش يتنظم هذاك المهرجان وحنا شرف لنا باش يبقوا كيزورونا الرؤساء ديالنا والاحباب ديالنا والاخوان ديالنا هذا كل ما درنا في حقهم كنحسبوه قليل وقليل بزاف ولا خير دليل راه هو هذا اللي معنا الحباب ديالنا وكنوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم في الانجاح ديال هذا التظاهر هذه لا من قريب ولا من بعيد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انتهي.